الأخبار من الراي. كما تعودنا عطانا الروح اللي دائما ما كانت تأصل فينا الاجتهاد والجد والاجتهاد في الدراسة. حثني على المثابرة في الدراسة في أمريكا. توجيهات أميرية أبوية محفزة وملهمة لاتحاد طلبة الكويت في أمريكا، محورها التسلح بالعلم والمساهمة في التنمية. قرارات تخرج من رحم اجتماع مجلس الوزراء، بعضها يعنى بنقل تبعية بعض إدارات الدولة وأخرى تتعلق بالمسرحين من القطاع الخاص. مقترح نيابي لزيادة الجلسات البرلمانية الأسبوعية بغية الاستعجال لاستكمال جدول الأعمال والموافقة رهن التصويت عليه. نشرة الأخبار من الراي، أهلا بكم. حثا وداعما لهم وملهما لبذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المجتمع، أكد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية. أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود في التحصيل العلمي والمثابرة لتحقيق أعلى المراتب ليعود الطلبة مسلحين بالعلم والمعرفة ويساهموا بشكل فعال في مسيرة التنمية والعطاء للارتقاء بالوطن. من ناحيته قال رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني فرع الولايات المتحدة سعد الزامل أن أمير البلاد أعطانا الروح التي تؤصل فينا الاجتهاد والجد في الدراسة كطلبة مغتربين والاهتمام بالتحصيل الدراسي ليكون الوطن بهيا بأبنائه القادرين على حمل رايته ولوائه وخدمته في جميع المجالات وعبر مختلف التخصصات. وكما تعودنا عطانا الروح اللي دائما ما كانت تأصل فينا الاجتهاد والجد والاجتهاد في الدراسة، خصوصا في وجودنا ومحنا طلبة متغربين في الولايات المتحدة الأمريكية. فكان هذه النقطة من أهم النقاط اللي حرص عليها سمو الأمير، أن فعلا اهتموا بالدراسة، نحتاجكم تطورون البلد، نحتاج قياداتكم، نحتاج تواصلكم أنكم تكونوا موجودين عندنا في البلد. فللأمانة وحتى شكرنا سمو الأمير باسم اتحاد أمريكا وباسم طلبة الطالبات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا. نشكر صاحب السمو على مقابلتنا. طبعا هذه مو أول مرة نقابل صاحب السمو، لله الحمد، يعني حثنا على المثابرة في الدراسة في أمريكا وحثنا على التزام بالقوانين. وطبعا صاحب السمو كما عودنا بدعمه الدائم طلبة والطالبات. الأمانة احنا سعدنا صاحب السمو في مقابلته، أعطانا نصايح كثيرة، من أهمها أن نكون إن شاء الله نجتهد وناخذ الشهادة بأمريكا، ولما نرجع الكويت إن شاء الله نرفع رأس ديرتنا. والأمانة وعدنا صاحب السمو إن شاء الله في التزام قوانين الدولة وأيضا التزامنا في احترام قانون بأمريكا. نشكر صاحب السمو على مقابلتنا، حثنا هو على دراستنا بأمريكا ودعمنا وحثنا على الالتزام بالدراسة بأمريكا، وإن شاء الله نرد ونرفع نرفع اسم الكويت ونرد بشهادتنا ونرفع رؤوسنا بشهادتنا ونرفع اسم الكويت. وكان حث على التزامنا بالدراسة والالتزام بالقوانين بأمريكا. بين المسرحين ونقل تبعية إدارات الدولة، تراوحت قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، حيث وافق المجلس على مشروعي مرسومين. يقضي الأول بنقل الإشراف على إدارة الفتوى والتشريع إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما يقضي الثاني بنقل الإشراف على الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى وزير الدولة لشؤون الشباب ورفعهما إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد فترة الاستفادة من قراره الخاص بالمسرحين الكويتيين من القطاع الخاص حتى 30 يونيو من العام 2013.
ومن الأخبار الحكومية إلى النيابية، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد أنه تم التوافق على زيادة عدد الجلسات البرلمانية ليصبح 3 جلسات كل أسبوعين، وذلك من خلال عقد جلسة يوم الخميس في الأسبوع الذي تعقد فيه الجلسات يومي الثلاثاء والأربعاء. وأضاف الراشد أن هذا القرار جاء بغية الاستعجال في استكمال جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الأمر سيعرض على المجلس للتصويت عليه وإقراره بصورة نهائية. في النشاط البرلماني، أكد عضو مجلس الأمة خالد الشليمي أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا يجب أن تتعارض مع الدستور الكويتي، مشيرا إلى أن وزير الخارجية طمأن النواب بهذا الخصوص. وقال الشليمي أنه تم مناقشة الاتفاقية بشكل عام ولم يتم مناقشة التفاصيل. شددنا على أهمية أن هذه الاتفاقية يجب أن لا تمس الدستور في الكويت، لأن سمعنا أن فيها ما يمنع أو يحجر على الحريات، ولقينا تطمينات من الوزير تدل على أن كل أمر في هذه الاتفاقية تخالف دستور دولة الكويت قد تفهمت به الدول الشقيقة في المنظومة الخليجية وأزالت هذه العراقيل. بمعنى أن الاتفاقية هذه من 94 أو 95 وقعت، لكن لم تقر إلا في هذه اللحظة، لأن دول الخليج تفهمت خصوصية ووضعية دستور الكويت، وبالتالي أعطى هذا الأمر أن لكل دولة خصوصيتها في قضية الاتفاقية الأمنية. أصدر التيار التقدمي الكويتي بيان تضامن مع الشباب 4 المعتقلين بعد امتناعهم عن دفع الكفالات المالية مقابل الإفراج عنهم. وانتقد البيان الملاحقات الأمنية لعناصر المعارضة خصوصا الشباب منهم، مبينا أن هذا الأسلوب لن ينجح في وقف الاحتجاجات الشعبية ضد المعتدين على الدستور. وقال البيان أن امتناع النشطاء من الشباب وهم خالد وراشد الفضالة وفهد الجبندي وعبدالله الرسام عن دفع كفالات مالية مقابل الإفراج عنهم بعد التحقيق معهم حول الاتهامات التي كالتها لهم أجهزة وزارة الداخلية يمثل ردا مستحقا على التمادي في ملاحقة عناصر المعارضة، معتبرا التعسف في قرارات الحجز والحبس الاحتياطي باتت عقوبات بدلا من كونها إجراءات احترازية لها ضوابطها وشروطها المقررة. معقبا على الاستقالة الثلاثية للنواب السابقين خالد السلطان وعبد اللطيف العميري ومحمد الكندري من التجمع السلفي، قال النائب علي العمير إن هذه الاستقالة محل احترام باعتبارها تمثل وجهة نظر، ومؤكدا في الوقت نفسه أن مشاركته في انتخابات الأخيرة شرعية ودستورية. وكان النواب 3 قدموا استقالاتهم من التجمع السلفي الإسلامي مبررينها بغياب نهج الشورى واختزال القرار في التجمع بأشخاص معدودين، مما أوقع التجمع في التناقضات وضبابية المواقف والتخبطات، مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص انتقلوا إلى أحادية النظرة والاستئثار باتخاذ القرار وإغفال القواعد رغم أنها قوة وواجهة التجمع. في أبرز التطورات القضائية، أجلت محكمة الجنايات قضية أمن الدولة المرفوعة ضد النائب مسلم البراك بتهمة الإساءة للذات الأميرية إلى جلسة 28 من يناير، ولم يتمكن البراك من حضور جلسة المحاكمة لظروفه الصحية. من جهة أخرى، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم براءة العقيد عبد الله سفاح من القوات الخاصة، وقضت بحبسه لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات شريطة تعهده بحسن السيرة والسلوك، وذلك في قضية ضربه الصحفي محمد السندان بديوان الحربش في 8 ديسمبر لعام 2010. أقامت اللجنة الكويتية لمساعدة إقليم أركان في بورما مؤتمرا صحفيا للوقوف على معاناة النازحين في الإقليم. وبهذا الصدد أكد رئيس اللجنة محمد هايف المطيري أن المساعدات التي قدمت لا تكفي لآلاف من المشردين والمضطهدين في بورما، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقديم المزيد من الدعم لهم. قد قامت اللجنة والإخوة في اللجنة الكويتية لمساعدة إقليم أركان
بإيصال كثير من المساعدات التي وصلتها بحمد الله، لكنها مهما كانت هذه المساعدات فإنها لا تكفي إلى أولئك الآلاف المشردين أو المضطهدين في داخل بورما في إقليم أراكان. وما هذا المؤتمر وهذه الجلسة إلا لإعادة ولفت النظر إلى استمرار مأساة هذا الشعب الذي يحتاج منا إلى وقفات متتابعة ووقفات سريعة، وعدم نسيان هذه القضية مهما يعني أشغلتنا سواء الظروف السياسية في بلدنا أو في المنطقة، لكنهم إخوة لنا يستحقون العون والمتابعة لشؤونهم. تعاون مشترك من شأنه تخفيف الأعباء على وزارة الكهرباء والماء ومشاركتها في تقديم خدمات أسرع، يتم ترجمته من خلال مساهمات جمعية كيفان التعاونية، حيث يقوم فنيون في الجمعية باستقبال شكاوى المواطنين في حال انقطاع التيار الكهربائي في منطقة كيفان وإصلاح مواطن الخلل ما أمكنهم ذلك، أو إبلاغ وزارة الكهرباء والماء لإصلاح الانقطاع في حال عجزهم. لما عرفنا ان الطوارئ قاعد يتحملون عبء كبير اللي هم من اتصالات خارجيه تيهم حروه، على كلام اخوي اللنقاوي يوصل الى الاف مؤلفه بالليل توصل من 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 مواطنين يطلبون الخدمه بالليل، يعني طبعا ما يدرون، يطلعون طوارئ يلقون خطا داخلي ما هو خارجي، فشكل عليهم عبء كبير يعني. فاحنا اول ما بدينا كجمعيه كيفان، اول جمعيه تاسست ب 62 11 62، احنا طبعا اول جمعيه راح نخدم الحكومات او الجهات الحكوميه في صدر الرحب، واحنا متعاونين جدا جدا مع اي جهه. فقد قام قطاع شبكات توزيع الكهربائيه بالتنسيق مع رئيس مجلس اداره جمعيه كيفان السيد منصور تنيب بالعمل على تفعيل دور الكهربائي الفني لخدمة أهالي منطقة كيفان كمرحلة أولى، حيث يهدف هذا التعاون إلى توفير فنيين كهرباء داخل الجمعية لخدمة أهالي المنطقة، ويكون نطاق اختصاص هؤلاء الفنيين التابعين لجمعية كيفان هو تلبية حالات انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الواقع داخل المنطقة. خلف كواليس نشرة أخبار الراي لقطات طريفة وعفوية للمذيعين والمراسلين، نختم بها عام 2012 لنستقبل العام الجديد بفرحة وبسمة رصدتها ابتسام رمال في التقرير التالي. الأخبار من الراي. Welcome to Tom and Ben News. News that covers everything that matters. نشرة الأخبار من تلفزيون الراي. أهلا بكم. بختام تقريرنا هذا وعودة الوفد الكويتي من أربيل بكأس بعد وردة مني أنا. شكرا يعطيك العافية. ترى متفقين. هلا والله. حل قيل ونفذ الصبر والناس بتصوصو، راح بيعالج عينه قال لك دي كلبتها وهو. صفح الكيل ونفس الصبر والناس بتصوصو، صو صو راح بيعالج عينه قال لك دي كلبتها وهو. ماما قالت له سلامة عينك ايه اللي جرى لها. هل يعقل ان تتعدى رسوم ما يا الله شو بها بدي امشي فشختين. يعني ابتسام ما لقيت اسم من الزبالة. بشعر كمان قصة الشكل السؤال. ماشي مشكلة. حلوة هذه. بعد مرة لأنه مرتين بس. أقرب عفية أقرب. حركاتها. شو؟
لا 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 راح أقرأ نشرة لا بالإزعاج هذا يلا كلمتين أطلعها من لا لا ما شاء الله تجعل جنان الخلد يالله مذواك جابر العجمي خالد من هذا؟ أوكي كانت حلوة بس يم شفت في تي آر زبالة سواح ولا ماري بحالي سواح والنهر يا غالي لا لكم حبيبي سلموا لعلي طمنوني الأزمراني عن لاهي الغربة طمنوني الأزمراني عن لاهي الغربة يلا يلا عشان ننفصل كلنا يفنشونا كلنا ابتسام رمال الراي نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل الكويت تقدم دعما ماديا للبحث العلمي للجامعة الأردنية أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية أغلق مؤشر الكويت 15 على تراجع قدره 4.29 نقطة ليبلغ مستوى 1009 نقاط وتراجع المؤشر السعري 12 نقطة ليبلغ مستوى 5934 نقطة فيما أنهى المؤشر الوزني تداولته على تراجع بلغ 0.71 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 159 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 25,700,000 دينار عفوا قدمت الكويت دعما ماديا بقيمة 24,000 دولار للجامعة الأردنية تمنح على شكل جائزة باسم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لأفضل بحث علمي في مجال الدراسات العليا وبهذا الصدد أكد رئيس الجامعة الأردنية خليف الطراونة أهمية الدعم في تعزيز وأواصر العلاقة بين الشعبين الأردني والكويتي وفتح الآفاق أمام الطلبة لتقدير الجهود المبذولة من دولة الكويت نحو أشقائهم في العالمين العربي والإسلامي نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل كأس جريدة الأنباء بيد تلفزيون الراي في أول بطولة كروية لكرة القدم داخل الصالات أهلا بكم إلى أخبار الرياضة اصطاد فريق تلفزيون الراي لقب أول بطولة كروية لكرة القدم داخل الصالات للمؤسسات الإعلامية والتي نظمتها جريدة الأنباء على صالة نادي الكويت الرياضي وحسم تلفزيون الراي اللقب الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جريدة السياسة بهدفين لهدف واحد كما اختير اللاعب أحمد شيت من فريق جريدة الراي كأفضل حارس مرمى في البطولة بينما ذهب لقب أفضل لاعب إلى لاعب فريق الجريدة محمد جاسم تفاصيل إحراز لقب البطولة في تقرير لأحمد العنزي سجل فريق تلفزيون الراي اسمه كأول مؤسسة إعلامية تحرز لقب بطولة الأنباء الأولى لكرة القدم داخل الصالات للمؤسسات الإعلامية والتي نظمتها جريدة الأنباء خلال الفترة من 22 وحتى 29 من شهر ديسمبر الجاري بينما حل في المركز الثاني فريق جريدة السياسة نسعى الحقيقة في قضية إيجاد فرص من المسؤولية الاجتماعية وممارسة العمل التطوعي وإيجاد الحقيقة بنية تلاحمية توافقية بحيث يلتقي الزملاء في مناسبات وطنية ومناسبات رياضية هذه كانت إحدى الفرص اللي حقيقة تم طرحها ولقينا استجابة مشكورة وأنا أقول بعد ما شفت بعض المباريات يستاهلون تلفزيون الراي
جريدة الأنباء كانت السابقة من بين المؤسسات الإعلامية في تنظيم بطولة كروية اقتصرت على وسائل الإعلام في مختلف فئاتها بهدف قتل الروتين اليومي للإعلاميين وتجميعهم خارج نطاق العمل إلى جانب تشجيعهم على ممارسة الرياضة. طبعا الهدف هو تعزيز التقارب بين الأسرة الإعلامية. احنا في الأنباء ننظر إلى كل الأسرة الصحفية والإعلامية في شارع الصحافة في دولة الكويت على أنها أسرة واحدة، كان بالراي أو بالأنباء أو القبص أو الوطن أو بأي مؤسسة إعلامية أخرى. فحبينا أن تكون الدورة مناسبة نجتمع فيها سنويا ويكون في الروح اللي شفناها في بطولة الأنباء. كيف وجدت الإقبال والتجاوب مع ولكن التفاعل على أعلى مستوى والحماس شديد نفس ما شفته بين كل المؤسسات الإعلامية إلى أن انتهت الدورة إلى فوز تلفزيون راي. من لكم ألف مبروك وإن شاء الله تكون من نصيبكم ألقاب مقبلة إن شاء الله. 10 فرق شاركت في البطولة التي قيمت فعالياتها على صالة نادي الكويت الرياضي قسموا إلى مجموعتين تنافسوا بكل أخوة ومحبة بنظام الدوري من دور واحد، وانتهت البطولة بتفوق تلفزيون الراي على جريدة السياسة في المباراة النهائية بهدفين لهدف واحد حمل توقيع ماجد عبد الحميد وعبد العزيز عودة، بينما سجل الخاسر لاعبه محمد خدادة. البطولة بدعمنا من رئيس إدارة تحرير جريدة الأنباء السيد يوسف خالد المرزوق. كان البطولة طبعا مثل ما تعرف الإعلاميين والضغط الإعلامي عليهم في كل يوم، فكان الفكرة أن شوي نشيل منهم هذا الضغط ونعيشهم في جو أخوي ورياضي. أنت مثل ما شفت يعني أحمد كنت أحد المشاركين في البطولة، فشفت البطولة الحمد لله خرجت من غير أي مشكلات أو أي احتجاجات أو اعتراضات. المهم البطولة كان هو التجمع. أحب أهني فريق الرائع على المجهود الرائع وأكثر من رائع، وأحب أشكر جريدة الأنباء على التنظيم الرائع، ونهدي الفوز حق إدارة الراي وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة سيد جاسم بودي على الدعم. طبعا نشكر جريدة الأنباء على هذه تنظيم مثل هذه الدورة مؤسسات إعلامية، بلا شك كانت دورة ناجحة، على الأقل تجمعنا إعلاميين، كانت أجواء جدا يعني مناسبة. أيضا أنسى بارك قناة الراي الفوز المستحق في البطولة، يعني ما كان منافسة جدا مميزة يستاهلون، ونتمنى أن تقام مثل هذه الدورات والفعاليات في المستقبل، يعني خاصة أن دائما الإعلاميين ضغط في بطولات ما بطولات يحتاجون أحيانا إلى وسائل ترفيه مثل هذه البطولة تجمعنا. بطولة الأنباء الأولى لقيت إشادة كبيرة من اللاعبين الإعلاميين متمنين أن تتكرر مثل هذه البطولات سنويا وأن تشمل ألعابا أخرى. والله صراحة تنظيم وايد حلو، وأشكر جريدة الأنباء على هذا التنظيم، وأعتقد أن الهدف منه أن شنو لمة الإعلاميين بهالمباراة هذه وبهالدورة هذه، وأن تحرك بما أن تحرك الدورة الدموية فينا والرياضية بما أن احنا كل وقتنا دوام كذي، وأشكرهم صراحة على هذا التنظيم. أشكر المنظمين والقائمين على هالدورة لأن دورة لغير المحترفين، بما أن لغير المحترفين فهي جيدة تنظيميا، دورة كثير جيدة فنيا، لقينا في الدور النهائي في مستوى فني عالي في بعض اللاعبين يعني القدامى الموجودين، وهذا شيء جيد ومشجع على هالدورات هذه بالنسبة للإعلاميين بالنسبة للموظفين بالنسبة للناس الغير محترفين في كرة القدم. بطولة الأنباء الأولى للمؤسسات الإعلامية لكرة القدم تنجح بكل امتياز، وتلفزيون الراي يحقق اللقب دون أي خسارة في هذه البطولة. أحمد العنزي، الرأي. وقبل ختام النشرة لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، أيضا تستطيعون مشاهدة جميع نشرات وبرامج تلفزيون الراي عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وإلى اللقاء.